السلام عليكم. اليوم جايب لكم شرح طريقة تركيب الشاشات هذه التي تأتي معها زي الزيت ومعها ليزر. تركيبها طبعا سهل جدا، لكن بعض الناس لا يعرف التركيب أو أول مرة يستخدمها، وذلك يقعون في أخطاء كثيرة. دعوني أشرح لكم بالفيديو طريقة التركيب المناسبة، تابعوني. هذا الجهاز أول شيء نقوم بتنظيفه، كما تشاهدون هذه الشاشة وهذا المنديل الخاص بها. نقوم أول شيء بفتحها، تنظيفها تنظيف جيد ممتاز. الآن نقوم بتنظيف هذا أول مرة المنديل المبلل الذي يوجد به السائل. طبعا اي منديل، مش لازم نفس المنديل يكون معه، اهم حاجه ينظف الشيء ولا يجعل فيه بقع او يجعل فيه اي شيء. بعد ذلك نقوم بالتنشيف، نقوم باطفاء الشاشه لكي يظهر لنا اذا في غبار او في اي وساخ. التنظيف هذا اهم حاجه. بعدين قمنا بالتنظيف، ناخذ العلبة هذه اللي فيها السائل، هذا مثل الزيت تقريبا، تأكد أول شيء من التنظيف تمام قبل أن نسكب السائل. طبعا هذا هو السائل، نقوم بتقطيره، نحاول أن نجعله كله كتلة واحدة في مكان واحد في الوسط، لا نجعله قطر قطر في كل مكان، لازم يكون في منطقة واحدة ومتصل مع بعض لكي لا يكون هناك فقاعات أو غبار. كما تشاهدون حاول تجميعه الآن في منطقة واحدة. هذا كما تشاهدون طرحته في الوسط. بعد ذلك أقوم بتقشير القزاز، أخذ اللصقة الأسفل التي موجودة فيه، طبعا ليست بارزة ولا أحد يشوفها. بعدين قمت بفتحها، أقوم بالموازنة كما تشاهدون الموازنة. بعد ذلك أتركه كذا، أترك السائل ينتشر أسفل الزجاج كامل، طبعا هو ينتشر من نفسه، بس أقوم بتحريكها بشكل بسيط، وإذا في مكان فيه هواء أو شيء أقوم بضربها بضربات خفيفة كذا لكي يخرج الهواء. أنا أضربها من هذه الجهة لكي يخرج الهواء منها. طبعا هذا التركيب لا يحتاج إلى جهد أو إلى ضغط بالقوة أو شيء، يحتاج إلى تركيز وهدوء تام، والمكان يكون مستقيم. أهم حاجة يكون المكان مستقيم فوق مكتب أو فوق شيء ثابت جدا. كما تشاهدون هنا يوجد فيه قطعة هواء، نقوم بإخراجها، دق الشيء بشكل بسيط، أدقه بنفس العلبة لكي يخرج. كما تشاهدون التركيز لا يحتاج إلى ضغط أو إلى قوة نهائيا. خلاص الآن اكتمل، يدي هنا فرق بسيط، أقوم بتخريجه. خلاص الآن تم، أخرج الهواء كامل من الجهة هذه. خلاص الآن سوف أنتقل للمرحلة الثانية، وهي مرحلة الليزر، تسليط الليزر، ضوء الليزر الأخضر. هذا إذا في مكان في الطرف لم يدخل له الغراء، أستطيع أن أسكب من العلبة إذا كان باقي فيها شيء بسيط لكي يمسك من الجوانب. طريقة سهلة جدا. الآن كما تشاهدون نقوم بتقديمه قليلا لأنه نزل، يوجد هنا هواء قليل جدا، نحاول إخراجه. نقوم بتنزيله بشكل بسيط جدا. الآن تم الاتزان بشكل كامل،
خلاص هذا الليزر قمنا بشبكه في الشاحن. قم الآن بمسحه بشكل بسيط. هذا الليزر إيش فائدته؟ هذا إنه يقوم بتنشيف السائل الذي موجود في مع الشاشة نفسها. طبعا إذا سلطت السائل خلاص تبدأ المناطق السائل هذا يتجمد، لا تستطيع بعد ذلك تحريك الشاشة من أي اتجاه. لازم نركز قبل أن نقوم بتشغيل الليزر هذا أن المكان كله متوازن ولا يوجد فقاعات ولا يوجد شيء. طبعا إذا وجدت فقاعة بسيطة في الوسط ولم نستطع إخراجها لا نخرب الشاشة كامل، وعادي نستخدم الليزر ونقوم بتشغيل الليزر وتنشيفه. سوف هي لا تضرر الجهاز ولا يكون منها أي ضرر. طبعا أحس الشاشة بدأت تتثبت، خلاص لا أستطيع تحريكها الآن. طبعا هذا الليزر، طبعا يوجد ليزر في شكل كشاف يكون أقوى من كذا، ينباع لوحده، كنت أستخدمه بس الآن لا يوجد لدي منه. كما تشاهدون الآن تم التثبيت وثبتت بشكل تمام ولا يوجد فيها أي أخطاء أو أي فقاعات أو أي هواء. يوجد هنا في الطرف أيضا لكي يكمل الغراء السائل هذا، يوجد هنا في الطرف فراغ بسيط جدا أقدر اكتماله بالماء السائل هذا وأقوم بتنشيفه. طبعا الليزر السائل والقزاز هذا طبعا يمسك، بس ما يمسك يعني للأبد، نستطيع إخراجه بشكل بسيط جدا زي أي قزاز. هذا اللهم أنه غراء يثبت الشيء، خاصة الأجهزة التي تكون مائلة يكون تركيب القزاز الغراء الكامل يكون صعب ويكون فيه فقاعات لأنه لا يتثبت بشكل ممتاز. لكن هذه الشاشات هذه التي تأتي مع الغراء المستقل أو الماء المستقل هذا، هذه جدا ممتازة ورائعة. الآن اكتمل العمل، كما تشاهدون ثبتت الشاشة تمام. لا تهتز، لا تتحرك، لا شيء. طبعا الشاشات هذه جدا ممتازة، الذي يريد أن يستخدمها أو يطلب منها فانصحه بها، وخاصة للأجهزة المائلة إذا كان يحب يفضل القزاز على النانو. خلاص الآن تم العمل كامل بشكل ممتاز ورائع. شكرا لكم، أرجو الاشتراك في القناة وإلى اللقاء. معكم فواز الوصابي.